هنتنقل لجزء جديد وهو البريدكتيف، وهنبدأ نشرح الجدول الدوري. احنا كنا قلنا من شوية ان الاتوم عاملة ازاي او تركيبها عامل ازاي. تركيبها من الداخل كده بيبقى في عندي نيوكلس اللي هي النواة، والنواة دي فيها ايه؟ بروتونز وفيها نيوترونز، وبتدور حوالين النواة ايه؟ الكترونات او الكترونز، بتدور في مدارات وهي في حركة دائمة بصفة مستمرة. لو اتنقلنا على الناحية اليمين النواة هنلاقي ان الجدول الدوري بالشكل ده. طبعا ايه ده؟ تمثيل جراف كده، رسم كروكي كده للجدول الدوري. هنلاقي في تركيزنا على البريوديك تيبل هنركز تقريبا على 8 مجموعات، مجموعتين في الناحية الشمال وست مجموعات في الناحية اليمين، وما بينهم هنذكرهم لكن هنقولهم ايه مش هيكون تركيزنا عليهم. واخيرا ظهر معانا البريودك تيبل الجدول الدوري، اظن احنا شفناه قبل كده ودرسناه وهيبقى سهل علينا. لو بصينا للجدول الدوري هنلاقي عملوا جدول وسكنوا فيه العناصر، كل ما يكتشفوا عنصر يحطوه في مكانه. طب رتبوها بناء على ايه؟ رتبوا الجدول الدوري على حسب اعدادها الذريه او حسب الاعداد الذريه لكل عنصر. هنلاقي ان الجدول بيتقسم الى مجموعات بالعرض جروب 1 2 3 4 لحد ما نوصل لاخر المجموعات، وبالطول بتقسم الى بيريد دوره او صف. هنلاقي في مجموعات على شمال الجدول وفي مجموعات على يمين الجدول. المجموعات اللي على شمال الجدول بيسموها الميتلز، اللي هم دول بيسموهم الميتلز ولهم خصائص وهنعرفها. المجموعه اللي على يمين الجدول بيسموها نون ميتلز، والمجموعه اللي في النص بيسموها ترانزيشن ميتال. فعندي كمان هنا هو في النص مجموعه بيسموها الميتالويدز. الله يخليكم المجموعات دي نحفظ مسمياتها لانها هتفيدنا بعد كده وممكن كتير جدا تجيلي في الامتحان. طب تبص بقى هنا لو اتنقلنا تاني الى شمال الجدول. شمال الجدول اول مجموعه بيسموها الالكالاي ميتالز، يبقى انا هو اول مجموعه عندي بيسموها الالكالاي ميتالز. تاني مجموعة بيسموها الالكالين ايرث ميتالز. لو كنا في اخر الجدول على الناحية اليمين هنلاقي في مجموعة ايه؟ الهالوجينز، مجموعة الهالوجينات اللي هي المجموعة اللي قبل الاخيرة اهي، دي بيسموها الهالوجينز. والمجموعة الاخيرة بيسموها ايه؟ نوبل جازز، الغازات النبيلة. طب تعالوا نبص مع بعض هنا، هنلاقي في خصائص للميتالز وفي خصائص للنون ميتالز. لو بدأنا من ناحية الشمال وشفنا الميتالز وإيه الخصائص لهم، هنلاقي إنه خصائص الميتالز البروبرتيز لهم إنهم سوليد بيبقوا صلب، شايني لهم بريق كده أو لمعين، لوس إلكترونز بيميلوا إلى فقدان إلكترونات، كمان كوندكت إلكتريستي عن هيت يقدروا يوصلوا الحرارة، والكهرباء ميلابول قابلين للطرق يعني لينين كده أقدر ألويهم، أقدر أطرقهم بمطرقة، أقدر أثنيهم يعني أعمل فيهم اللي أنا عايزه. تعالوا نروح بقى للناحية اليمين. على يمين الجدول فقلنا في عندنا حاجة اسمها النون ميتال. خصائص النون ميتال طبعا ما عدا الهيدروجين. لأن كان واحد سألنا قال له والله أنا إن هما ليه حاطين هيدروجين هنا؟ مع الهيدروجين ده المفروض يلف كده هو يروح مع أصحابه هناك مع المجموعة دي مع الأكسجين لأنه هو نون ميتال. قال له إحنا مش موضوعنا دلوقتي إن إحنا نعرف ليه الهيدروجين نطروه في أول مجموعة هناك، إحنا نركز في مجموعة النون ميتال. نرجع لخصائص النون ميتال. ما عدا الهيدروجين بيبقوا المجموعه دي خصائص ان هي سوليد يا ليكويد يا جاز، يا اما بتكون صلبه يا اما سائله يا اما غازيه. كمان جين الكترونز بتميل الى انها تكتسب الكترونات، كمان ان هي بريتل بتبقى هشه طريه مش طريه طريه يعني لكن هشه يعني. كمان بور كوندكتور هيت اند الكتريستي، بتلاقيها موصل رديء جدا لايه؟ للكهرباء والحراره. هنلاقي في النص كمان في عندي هنا المجموعة اللي في النص بتجمع ما بين بقى النون ميتال والميتال، بتلاقيها ايه؟ بتجمع لي ما بين خصائص الميتالز، ممكن تكون سوليد ممكن معها تكون لوس الكترونز، يعني اذا هنا ايه؟ العناصر اللي في النص بتجمع لي ما بين خصائص النون ميتال بروبرتيز اوف ميتالز مع خصائص ايه؟ النون ميتال. اول حاجة هنشوف الاتوميك ثيوري. في عالم اسمه دالتون درس الذرة وطلع لي بحاجة اسمها دالتونز أتوميك ثيوري، نظرية الذرة لدالتون. تعالوا نشوف دالتون قال لي إيه أو إيه النظريات اللي اكتشفها.
أول حاجة بيقول لي دالتون أن all matter أي مادة بما فيها الالمنت والكومباوند والميكسر are composed of very tiny particles بتكون من جزيئات صغيرة جدا جدا بيسموها إيه؟ cold atoms بيسموها الأتومز. طب إيه كمان؟ بيقول إن الـ atoms of the same element are identical جميع ذرات العنصر الواحد بتكون متطابقة. طب متطابقة في إيه؟ متطابقة في الماس الكتلة وكمان السايز الحجم وكمان الكيميكال بروبرتيز اللي هي الخصائص الكيميائية but different from other atoms of element هتختلف عن ذرات العناصر التانية. كمان قال لي ايه دالتون قال لي ان الاتومز combine together and fixed whole number ratios to form compounds وقال ان الذرات بتكون مع بعضها في المركب الواحد نسب ثابتة. كمان قال لي ايه بيقول ان الاتومز cannot be created or destroyed يعني مش ممكن الاتومز ديت يحصل لها ايه انها تخلق من عدم او ان انا بعد الرياكشن ما لقاهاش. لكن بيحصل ايه بقى ان خلال التفاعل الكيميائي بيحصل الاتومز انها يا اما يحصل لها separation تنفصل او يحصل لها combination يحصل لها اتحاد او يحصل لها rearrangement يحصل لها اعادة ترتيب. اول ما بدأنا قلنا ان الكيمستري بيدور حوالين الماتر وتغيراتها اللي هي المادة وتغيراتها. طب تعال نشوف دلوقتي العلماء قسموا لنا ازاي الماتر. قالوا لنا ان الماتر ده يا اما تكون ميكسرز يعني خليط او تكون بيور سبستانسز ماده نقيه او مواد نقيه. طب كمان في تقسيمه تحتهم قالوا ان الميكسرز ديت يا اما تكون هوموجينيوس ميكسر او تكون هيتروجينيوس ميكسرز اللي هي المخلوط غير متجانس او مخلوط غير متجانس. طيب كمان البيور سبستانسز يا اما تكون كومباوندز مركبات او تكون اليمنتس عناصر. تعال نرجع اول حاجه كده وناخد اكزامبل لاول حاجه عند الهوموجينيوس ميكس. الامثله اللي موجوده عندي زي مثلا الملك. لو انت خدت الحليب كده كوبايه حليب ومسكتها وشفتها الملك عندك مكون من في اليمنتس كتير زي مثلا البوتاسيوم الكالسيوم الصوديوم في ايرون تقدر تفرق كل واحد عن التاني. تقدر تقول ده مثلا عندك بوتاسيوم تعالى على جنب او كالسيوم انا شايفك. مش ممكن طبعا كلهم مخلوط متجانس هوموجينيوس ميكسر. كمان السي ووتر ميه البحر لو جبت شويه ميه من البحر كده وحطيتهم موجود في كوبايه وشفتهم موجود مكونين من كالسيوم صوديوم كلور دول elements موجود هل تقدر تفرقهم عن بعض؟ مش ممكن كلهم homogeneous mixture. كمان الاير الهواء اللي انت بتشمه او اللي احنا بنتنفسه موجود فيه nitrogen oxygen argon في other gases في غازات تانية كتيرة كمان تقدر تفرقهم عن بعض؟ مش ممكن. طيب بالنسبة للheterogeneous mixture الheterogeneous mixture زي مثلا لو جبت مثلا بنزين وحطيته على مية هات شوية بنزين كده وحطهم على مية هيمتزجوا مع بعض ويكونوا لي مخلوط متجانس. لا هتقدر تفرق المية عن البنزين. كمان الساند والووتر الرمل والمية لو جبت شوية رمل كده حطيتهم في مية تقدر تشوف الرمل لوحده والمية لوحدهم وتقدر تفصلهم. كمان الأويل والووتر لو جبت شوية زيت طبيخ كده أو أي أويل يعني وحطيته الزيت هو على المية هتلاقيهم ما بيمتزجوش مع بعض بيكونوش مخلوط متجانس يبقى ده مخلوط غير متجانس. طب كمان عنده قلنا المواد النقية بتقسم إلى إيه compounds وelements. تعال نشوف الcompounds. الcompounds بيبقى عبارة عن إيه مركب أكثر من عنصر عنصرين ممكن ثلاثة زي مثلا الأولين عندي هنا مكون من هذا الكالسيوم وهذا الكربون وهذا الأكسجين. في عندي هنا H2O NaCl H2SO4 هذا الهيدروجين وهذا السلفر وهذا الأكسجين. آخر حاجة عندي اللي هي الإليمنتس اللي هي العناصر بيكون عنصر اللي هنشوفه بعد كده فين في البريودك تيبل اللي هو الجدول الدوري زي مثلا هذا الهيدروجين الكلور البوتاسيوم الكوبر كل دول إيه عناصر من الجدول الدوري. تعالوا نشوف مع بعض الستيتس أوف ماتر حالات المادة. للمادة ثلاث حالات. الحالة الأولى سوليد الحالة التانية ليكويد والحالة التالتة جاز. تعال نشوف أول حاجة السوليد. بنلاقي في السوليد البارتيكلز أو اللي هي الجزيئات قريبة جدا 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 من بعضها شايفين مرصوصة رصة حلوة وقاعدين كلهم جنب بعض كل واحد واخد له كرسي كده وقاعد مرتاح.
بس ما عندهمش حرية الحركة، ما يقدروش يبعدوا عن بعض، لأنهم كلهم متماسكين ومترابطين وحابسينهم كده، ما يقدروش يروحوا شمال ولا يروحوا يمين، زي بالظبط زي قلب التلج، لو مسكت قلب التلج كده لا تقدر تهز شمال ولا تقدر إيه تهزه يمين. تعالوا نشوف بقى الليكويد، هنلاقي إن البارتيكلز أبعد عن بعضها وعندها شوية حرية حركة، تقدر تتحرك زي المية. المية لو جبتها، لو مسكت شوية مية في إيدك تقدر إيه تهزهم كده، تلاقي المية بتروح وتيجي معاك. الحالة الثالثة الغاز، الغاز عندي تلاقي البارتيكلز أبعد عن بعضهم أهو، بعاد عن بعض، في عندهم حرية الحركة إنها تروح شمال ويمين وتطلع وتروح وتجري بره. طيب عشان أحول بقى بين الحالات الثلاثة أعمل إيه؟ عشان احول من الحاله السوليد، الحاله الصلبه، الى الحاله السائله، بعمل عمليه ميلتنج، عمليه ايه؟ ذوبان. يعني عند قالب تلج مثلا في الحاله الميه، يعني في الحاله السوليد يعني قالب تلج، وعايز احوله الى ميه، بعمل ايه؟ بسيبه يدوب يبقى ميه، يبقى في الحاله السائله. طيب عايز احول من الليكويد الى الغاز، اعمل ايه؟ اعمل عمليه فابورايزيشن، عمليه تبخير، اجيب شويه ميه في الحاله يعني السائله واحطهم على البوتاجاز واغليهم، يبدأ ايه تتبخر المية وتطلع لتحول الى جاز. طب عايز ارجع تاني عامل احول من الجاز الى الليكويد، اعمل لها عملية ايه؟ كوندنسيشن، عملية تكثيف، عند بخار مية اكثفه ينزل تحت يبقى ايه؟ ليكويد، يبقى سائل. طب عايز احول من الليكويد الى السوليد، اعمل لها عملية فريزنج، عملية تجميد، عند شوية مية ليكويد حطيتهم في الفريزر اتجمدوا بقى ايه؟ في الحالة السوليد. طب لو عايز احول على طول بقى من السوليد الى الجاز، اعمل عمليه ايه؟ سبليميشن، عمليه انصهار، اجيب حاجه واصهرها، اعمل لها انصهار درجه حراره عاليه جدا، ما تحولش الى الليكويد، تتحول على طول الى الجاز. او عايز احول من الجاز الى السوليد على طول اهو، بعمل لها عمليه ايه؟ ديبوزيشن، عمليه ايه؟ ترسيب. ودول التحويل بين الحالات الثلاثه، ما بين السوليد والليكويد والجاز.